تمام السادسة والنصف من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ نشرتنا كالمعتاد بالعناوين. إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف وحداتنا العسكرية بجبل المغيلة بالقسرين. آلة للضغط واللفة حل مؤقت يسهم في الحد من المعضلة البيئية بجزيرة جربة. تزر اللمسات الأخيرة للتظاهرة التاريخية لرفع أكبر علم في العالم. مرحبا مجددا. البداية مشاهدينا من القسرين، أين تمكنت وحدات من الجيش الوطني في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين أمس السبت واليوم الأحد من التصدي لمحاولة الهجوم عليها من قبل مجموعة إرهابية في جبل مغيلة الواقع على حدود ولايتي القسرين وسيدي بوزيدة. وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني المقدم بالأحسن الوسلاتي صباح اليوم أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الوحدات العسكرية. أوضحت مصادر عسكرية بالقسرين أن وحدات الجيش الوطني أحبطت مساء أمس حوالي الساعة 10:30 عملية إرهابية كانت تستهدف من قبل مجموعة إرهابية مسلحة في جبل المغيلة. وأضافت المصادر ذاتها أن الدورية المتمركزة في برج المراقبة بجبل المغيلة تفطنت في الوقت المناسب لهذه المجموعة الإرهابية التي كانت تخطط لنصب كمينا للوحدات العسكرية. سياسيا، تأسيس انطلاقة جديدة لتجربة تشريك اليسار التونسي في الحياة السياسية مثلت أبرز المحاور التي طرحت خلال ورشة تفكير وطنية من أجل بدائل سياسية تقرب الرؤى الحزبية خدمة للصالح العام. قراءات متعددة تلك التي طرحتها فعاليات ورشة تفكير وطنية التي بحثت في مشاركة اليسار التونسي في الحياة السياسية بالبلاد في مختلف مراحلها ما بعد الاستقلال. الشغل تاعنا احنا نحاول ان نوحد اليسار التونسي وهذا الاتفادة البلاد التونسية. قناعة تؤمن بها جمعية مواطن وحريات وتسعى إلى تجسيدها وتتمثل في أن دور المجتمع المدني يتجاوز الضغط والاحتجاج إلى تقديم البدائل والمقترحات وخاصة المشاركة في كل حوار من شأنه أن يتناول أهم المشاغل. أي استخلاصات من تجارب الماضي ولا سيما تجربة المشاركة في الانتخابات بعد الثورة، وهل من ضرورة لإعادة تأسيس اليسار التونسي مثلت أبرز محاور مداخلات هذه الورشة؟ لأنه كل يسار التونسي يعرف ثنيته مليح ويعرف يقيم مليح ما نجم يكون فيه فايدة كان للبلاد، على خاطر الصوت اللي قاوم الاستبداد الأعلى والأقدم منذ بداية دولة الاستقلال، منذ بدأ الانحراف الاستبدادي كان صوت يساري. حان الوقت اليسار أنه يرص صفوفه أكثر ويتوحد أكثر ويبدأ بالمراجعات الفكرية أولا قبل ما يمشي ما هو سياسي وأعمق السياسي. جبهة شعبية أرى أنها هي الحاضن الأكبر الذي يمكن أن يحتوي كل يعني تيارات اليسار مع بعض التطوير يعني المنهجي. هي قراءة أولى متأنية بعيدا عن الضغوطات السياسية والمواعيد الانتخابية لتأسيس انطلاقة جديدة لتجربة اليسار في الحياة السياسية التونسية. في الملف البيئي، بعد المدي والجزر الذي شهده ملف الأوساخ والنفايات بجزيرة جربة، أخيرا دخلت آلة الضغط واللف لمعالجة النفايات مرحلتها التجريبية بمنطقة أغير، آلة من المنتظر أن تدخل حيز العمل غرة ماي القادم. آلة الضغط واللف لمعالجة مشكل النفايات بجزيرة جربة تدخل مرحلتها التجريبية بمنطقة أغير، حيث تقدر طاقة استيعابها 150 طنا في اليوم، وسيتم الاستغلال الفعلي لهذه الآلة في غرة ماي القادم. مرحلة بداية تشغل بحول الله غرة ماي، تبدأ الأشغال من غرة ماي إن شاء الله. عملية تفريغ النفايات في الحوض هذا ومنها تعد على آلة الضغط وآلة اللف، وبعد يقع تعليبها في تفريغ العلب المكونة في مصب التيريبت.
وتعد هذه الآلة مشروعا نموذجيا ستعمل الأطراف المتدخلة في شأن البيئية على إنجاحها بالاستغلال الأمثل لكل مراحل عمل هذه الآلة. الحمد لله الماكينة وصلت، الماكينة تخدم كما قلت، هذا الحل مؤقت عامين ماكسيموم إلى حد أن نجيب البرامج الكبيرة اللي بشتخلي معناها تجربة إن شاء الله نموذج في الخدمات البيئية. وعن الغموض الحاصل لدى عدد من المواطنين بشأن المياه السائلة من الفضلات أو ظروف تخزين مكعبات النفايات فيما بعد، وزير البيئة يجيب: اللي قالوا فما مشاكل تاع السوائل، توا زيد شفناهم سيغ بلاس، السوائل عند معناها موجود الحل التقني، يمشيوا في فوس 3 متر كوب في النهار، ساهلين جدا معناها لمعالجتهم في محطة التطهير اللي بعيد علينا عشرات الأمتار لهنا، ما همش باش يضروا المحيط، ما فيهم حتى إشكال. آلة الضغط واللف وحسب الخبراء فإنها ستتمكن من استيعاب كامل فضلات الجزيرة في انتظار البحث عن وسائل للتصرف في استغلال هذه المكعبات من النفايات في المرحلة القادمة، وإنجاز مشروع لتثمين النفايات سيقضي نهائيا على الفضلات في الجزيرة. بادرة انفتاح ديوان الطيران المدني والمطارات على المحيط الاجتماعي يسعى لتشريك التلميذ في الحياة الاجتماعية التطوعية من خلال بعض الأنشطة. مطار صفاقس طينا الدولي فتح طائراته أمام تلاميذ المدارس لتكون التظاهرة فرصة لتقريب الناشئة من هذا العالم. حلقت بهم مخيلتهم وهم يصعدون إلى الطائرة التي ستقلع بعد حين إلى باريس. أسعفتهم الفرصة للتعرف على قمرة القيادة وعلى المضيفات وعلى تفاصيل أخرى في مطار صفاقس طينا الدولي. البديرة كانت من ديوان الطيران المدني والمطارات، وهؤلاء الأطفال هم تلاميذ المدرسة الابتدائية بالحاجب من ولاية صفاقس. تفرجنا على الطيارة واستكشفناها من داخل ومكان القيادة نتاعها. ما حبيتش تمشي لباريس؟ نتمنى نمشي إن شاء الله في المستقبل. جاو باش نتفرهدوا خاطر رجلوا لنا مدرستنا وعملوها العباد الكل كي تسمع بالمطار ما يعرفوش شنو هو دور الديوان في المطار. المطار مش كان الطياره والمؤسسه والكومبانيا ايريان، ديوان الطيران المدني كما تعرفوا هو العمود الفقري متاع المطارات، معناها كل ما فيه من خدمات من ملاحة جوية، من حماية والإنقاذ من الحرائق، التعهد بالبنية التحتية، هذه الكل من مهام الديوان اللي هي أغلبية المواطنين تجهلوا. احنا حبينا اليوم الصغيرات باش يكون يوم تحسيسي ونعرفوهم بالشيء هذا. زيارة هؤلاء التلاميذ إلى مطار صفاقس طينا الدولي سبقته أشغال تهيئة وصيانة لمدرستهم، أشغال تمت تحت رعاية ديوان الطيران المدني والمطارات. عملوا لنا التران دي سبور، عملوا لنا معناها اللي كان تاع الماء، معناها كل معناها والكتابة والدهينة كل شيء معناها. اليوم بالنشاط نتاع نهار الأحد 26 يندرج ضمن اليوم الوطني بالنسبة لديوان الطيران المدني والمطارات على جميع المطارات في تحت تظاهرة تحت مؤسسة المواطنة. هذه اللي حبينا تكون انفتاح المؤسسة على المحيط متاعها. هي إذن فرصة وفرها ديوان الطيران المدني والمطارات لهؤلاء التلاميذ لاكتشاف مطار صفاقس طينا الدولي، وهي حركة ترسخ فكرة العمل الاجتماعي خاصة في مستوى إعادة تأهيل المدارس الابتدائية وصيانتها. مطار طبرقة عند راهمان خرط كذلك في بادرة الانفتاح على المحيط الاجتماعي لتشريك التلاميذ في الحياة الاجتماعية التطوعية بتنظيم حملة نظافة بمدرسة بوترفس. نتابع الأجواء. هذه الحملة شهدت مشاركة عدد من أعوان مطار طبرقة وتلاميذ المدرسة وأوليائهم لتنطلق عمليات النظافة والطلاء. هي مبادرة من الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات، والمبادرة هذه تتمثل في يوم للانفتاح المحيط في نطاق المؤسسة المواطنة، وهي مش تشمل مطار طبرقة برك، تشمل جميع المطارات التونسية اللي تسير فيها ديوان الطيران المدني والمطارات. شاركوا فيها جميع الأعوان والجمعيات اللي عندنا في النقابات من تعاونية. فرصة في قيام بهذه الحملة النظافة والصيانة والتعهد، وقد دسقت مع أمر مطار طبرقة الدولي اللي مشكورة، وفرنا كافة التجهيزات الإمكانيات اللازمة
وشاركنا كيف الأولياء وجمعيات المجتمع المدني بشكون مدرستنا دائما في أحلى حلة. الحملة تفاعل معها الأطفال خاصة مع الأجواء المتميزة التي أضفتها على مدرستهم. ضفنا المدرسة متاعنا باش نحموها من الجراثيم وسيقنا الأقسام ودهننا الحيوت وباش نحمو المدرسة متاعنا ونحن نحبو المدرسة متاعنا. سيقت الأقسام. شنو الأخر؟ سيقت الساحة وسيقت طوالي. مدرسة طوالي جميل. مبادرة المؤسسة المواطنة التي أطلقها ديوان الطيران المدني والمطارات تهدف إلى مزيد تفتح المطارات التونسية على محيطها. ما من مجال دخلته المرأة التونسية إلا ونجحت فيه. المرأة التونسية نموذج لتحدي وتميز رغم العراقيل والصعوبات. جيهان كريك شابة من منطقة ابن حسان بالمنستيرة خيرت الاستثمار في المجال الفلاحي وبرهنت على نجاحها. أحبت الفلاحة فتعلمت أصولها وتقنياتها وأنشأت منبتا لإنتاج شتلات الزيتين بالعقل الخضرية. المشروع هذا معناها المراحل الانتاج نتاعو كلها مراقبه من الهياكل المعنيه في وزاره الفلاحه. كما وزاره الفلاحه من تونس يهبطونا معناها كونترول في مراقبه المراحل الانتاج الكل نتاع الزيتين ويعطيونا معناها شهاده تثبت انه المشاكل هذه سليمه. برهنت على جدارتها بالعمل الفلاحي، رعت النباتات باختلافها وروتها فأينعت وأثمرت. بالتجربة وضح أنه بالكاشف أنه الشتلات الزيتين هذه بالعقل الخضرية خير برشا النمو متاحة من الشتلات اللي معناها مشتلة بالكوب. دونك الناس الكل كي ولت حتى اللي زرع معناها دارنير ما بالكوب يقلع ويعاود يزرع بالعقل. ولأنها تؤمن بالعطاء وصلت المشوار رغم العراقيل التي واجهتها. ننصح أني الحقيقة البعثين الشبان كلهم أنه ينتصبوا للقطاع الخاص. أول حاجة لهم هما يخلقوا مواطن شغل لهم ويخلقوا مواطن شغل أخرى وخاصة يساهموا في تنمية البلاد متاعهم. احنا باعثين شبان نلقاو رواحنا نخلصوا تيفيا، نلقاو رواحنا نخلصوا السيناسيس. ما فماش كورديناسيون ما بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة للأسف الشديد. احنا هذه فرصة انه باسمي وباسم البعثات الشابات الكل انه تنظر الحكومة وتحاول تعمل تحيين او تحيين القوانين هذه والبنود في مجال تشجيع الاستثمارات الفلاحية. هي نموذج المرأة الفلاحة المعاصرة التي تسعى إلى تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. مسابقة الروبوتيكا التي تنظمها المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس تظاهرة علمية في دورتها الثانية مثلت مساحة لإبراز طاقات الطلبة في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال حوالي 150 مشروعا مقدما. حققت مسابقة الروبوتيكا التي تنظمها المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس انتشارا واسعا. تظاهرة علمية لتطوير التنسيق العلمي في مجال الروبوتيك. تحتوي هذه التظاهرة على مسابقات في الروبوتيك. في الحقيقة هناك 4 مسابقات. الدورة الثانية لهذه التظاهرة تميزت بمشاركة عدد كبير من الطلبة والتلاميذ من مختلف ولايات الجمهورية والمشاريع المتسابقة فاقت 150 مشروع. التظاهرة هذه الناس مناقة فيها برشا فوائد كما احنا باش نتعرفوا على برشا عباد باش ناخذوا اكسبيريونس ونتعلموا كيفاش ندخلوا في مسابقات ونصنع روبوات. بالنسبة للروبو هذا يخدم سويفر دو ليني ديتكتور دوبستاكل، معناتها يتبع الخط وين يلقى اوبستاكل يبعد عليه ويرجع يسويفي الليني. بالنسبة للكيبات الاخرين مشاركة من تايم يونيفرسيتي، عنا زادة واحد اخر سويفر دو ليني، عنا سومو، عنا فيتيس. العديد من هذه المشاريع كان فيها بحث كبير واثبتت قدرة اصحابها على التميز في مجال الروبوتيك. المشروع متاعي يتمثل في سمارت هاوس بما يسمى يعني بالعربية منزل ذكي. المنزل هذا هو كوموندي ا ديستونس ا بارتير من التليفون بتاعك سمارت فون بارتير دون ابليكاسيون هذيا اندرويد خدمة معناتها انا. تنجم يعني تشعل الضوء تطفي الضوء يعني بالابليكاسيون بتاعك تحل الباب تسكر الباب. مسابقة الروبوتيك بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس عاكست مرة أخرى الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الطلبة والتلاميذ في مجال العلوم والتكنولوجيا.
استعدادات حثيثة ترافق عملية وضع اللمسات الأخيرة لتظاهرة أكبر علم في العالم حتى يسجل في كتاب غينيس بوك. تظاهرة ستقام يوم 2 مايو القادم بمنطقة عنقجمل بنفطة من أجل إعلاء راية الوطن. 5 أيام فقط هي الفترة الزمنية التي باتت تفصلنا عن اللحظة التاريخية التي سيرفع فيها أكبر علم في العالم ليسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية. يحمي نجمش يساعدنا في الخياطة بكل جبناه العلم سيرتروه مرسو تصنعوا في القروان كلهم لست مرسو ست مرسو بلوتو فيهم ست كوتور مصير في القروان سيرتو الديفي تكنيك هو في النجمة والهلال اللي هما فيهم ديزارك وقويين وكبار اللي هي النجمة فيها 110 متر دو ديامتر. الفرصة نوجهها للشباب العالم وشباب تونس الكل باش يشارك معنا نهار 2 مايو باش يحضر معنا بكثافة باش يرفع معنا علم تونس أكبر علم في العالم. تظاهرة العلم التونسي أشاد بها أصحاب القطاع السياحي لاعتبار أهميتها وما يمكن أن تقدمه من إضافة. أكيد احنا كوكالة أصفار متضافرة جهودنا مع نزل ومع جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة لتنشيط الجهة. حاجة إكزامبل في السياحة في مش في تونس برك في العالم. تضافر كل الجهود من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في فترة تحتاج فيها تونس إلى كل أبنائها لرفع راية تونس عاليا. جاتنا فرصة للتونس لنوريه اللي هذا عملنا مع كتوانسة تخدمنا أكبر علم في تونس في العالم كله وفرصة باش العالم كله يتفرج علينا ويغزلنا بصورة أخرى. ثقافة جديدة نحب نبنيها في تونس جديدة هي ثقافة البرفورمانس. 2 مايو المقبل سيشهد موقع عنقجمل بمدينة نفطة أكبر تظاهر عالمية سيقف من خلالها العالم لحظات من الزمن احتراما وإجلالا لعلمنا المفدى. في الورقة الثقافية مرافقة لأجواء فعاليات مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببير الحفي بسيدي بوزيد، تظاهرة تنشيطية لإحياء الذاكرة الشعبية وترسيخ التراث لدى الناشئة. على إيقاعات الموسيقى النحاسية بشوارع بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد انطلق مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية، مهرجان تضمن عديد الأنشطة الثقافية والترفيهية ومعارض لأبرز الفنون الحرفية إلى جانب تأثيث ورشات للمرقوم والحايك. معرض يتمثل في أواني فخارية يتمثل في أعشاب طبية. انطلق مهرجان السياحة الثقافية وفنون تراثية حبينا نربوا الأجيال على العادات والتقاليد نتاعنا ببر الهمامة. ركت في مهرجان السياحة والتراث ببير الحفي بالورشة نتاعي نتاع نسيج حائطي وحايك ومرقوم. ضرورة تثمين المواقع الأثرية بما يفعل دورها في تنمية السياحة الثقافية بالجهة خصوصا وأن بير الحفي منطقة عبور رئيسية بين شمال البلاد وجنوبها. في سيدي بوزيد عندنا برشا مواقع أثرية مثل بير الحفي في حاجة للعناية والترميم والصيانة وهذا بدوره سيساهم في تنمية السياحة الثقافية في تونس ككل. إدراج منطقة بير الحفي اللي هو البرج في مسلك سياحي ينطلق من مدينة جلمة عبر بير الحفي انطلاقا إلى مدينة قفصة، وكذلك تم رصد ميزانية خاصة لترميم البرج المعلم البرج الأثري بالمنطقة. بير الحفي مثلها مثل بقية المعتمديات بولاية سيدي بوزيد تعيش هذه الأيام على وقع الاحتفال بشهر التراث حفاظا على المخزون الثقافي الشعبي وترسيخه لدى الأجيال الصاعدة. تسخر إذن مختلف الجهات التونسية بمخزون تراثي متنوع ومتميز. المهرجان الوطني للأصالة والتراث بجابس تظاهرة تنشيطية فرجوية تعرف بكنوز الجهة التراثية والحضرية من خلال العروض والورشات المقدمة. جاء المهرجان الوطني للأصالة والتراث الذي نظمته المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل ثريا في مضمونه بما تضمنه من عروض متنوعة. الهدف منه في إطار الأرصة الثقافية المنظمة الهدف هو إبراز المخزون الثقافي والمخزون التراثي لكل جهة. ورشات حية وعروض عديدة ميزت هذا المهرجان الذي أقيم بسوق جارة للصناعات التقليدية. هذه لبسة قبسية منها القرن منها القرن والشناتم والخناقة وخطب خطب الروحين. هذايا القيام نتاع قبل هذايا نتاع وقت النحو والمناسج بيه وذاك المغزل نتاع الصوف نتاع الطعمة. مهرجان أبرز ثراء الموروث الثقافي بمختلف مناطق البلاد ومكن من التعريف بعادات وتقاليد العديد من الجهات. نتعرف على التراث نتاع بلادنا
كل بلاد ومن تعرفوا شنو هي التراث نتاعها، اللبسه نتاعها، الاكله نتاعها. جبنا كسكسي دار العرس، معناتها كسكسي الفروحات نطيبوه مثلا في المناسبات، في الباكات، في تهورات، في العروسات. وعملنا عجه مي وزاده مشهوره بها نابل، معناتها تتعمل له قيد هذا بالحشائش. المهرجان الوطني للاصاله والتراث اضفى اجواء تنشيطيه كبرى على مدينه جابس وصنع الفرجه. في جزيرة جربة تتعدد المساجد التي تتميز بالطابع الحضاري البربري وبالطابع الإسلامي، مساجد محفورة في الصخور أو مبنية تحت الأرض، ومساجد أخرى مبنية قرب السواحل، معالم دينية تبقى شاهدة على أحقاب تاريخية متعاقبة. تتميز جزيرة جربة بتعدد مساجدها، مساجد لعبت خلال تعاقب الأزمنة في حياة متساكني الجزيرة وظائف متعددة. عدد المساجد في جربة على عدد أيام السنة يقولون 360 مسجد، الآن قائمين تقريبا حوالي 285 مسجد، وكلهم يتميزوا بالطابع بالبساطة على أساس أنه يبتعدوا باعتبار أنه ينتمي المذهب الليباضي، والليباضية يبتعدون على الزخرف والزخرفة. فإلى جانب وظائفها الدينية كانت المساجد تستقطب طلبة العلم وتقدم المساعدات، وخلال الحروب والغزوات تتحول إلى حصون للدفاع. ومن هذه المساجد الجامع الكبير بمنطقة الحشان، أقدم وأكبر مسجد إباضي في جزيرة جربة. كان يوفر الماء للناس أيام الشدة، أيام الجدب، ففيه حوالي 7 فساق ماء، وله دور آخر هنا وقت الملمات ووقت الشدائد كان يتجمع فيه الناس. كان أول مدرسة بالمعنى النظامي للكلمة في المغرب العربي، حيث كان الطلبة يأتون من جبال النفوسة في شمال ليبيا، و المزاب واحة المزاب من جنوب الجزائر ليدرسوا هنا. تعتبر المساجد المشيدة تحت الأرض في جربة ظاهرة هندسية ودينية فريدة من نوعها في تونس، ووفق المختصين في الآثار الإسلامية تم بناء المساجد تحت الأرض في القرن 12 ميلادي على غرار مسجد البرادي، ويسمى كذلك بجامع الوطاء إشارة إلى شكله الهندسي، لأنه محفور في أسفل الهضبة، يمكنهم ما يعرف باجتماع مجلس العزابة للدراسة والتأمل. مساجد تتميز ببساطة معمارها وتواضع زينتها ونقوشها. تمتاز المساجد جربة في البناء بالقباب والكمر، وثانيا البساطة، يأكد ويسرع بساطة وعدم حتى بناء المآذن. مساجد جربة تمثل ثروة ثقافية ومعمارية، لكن من هذه المساجد ما هو مغمور وينقصه التعريف، إلى جانب أن بعض المساجد في تداعٍ وتتطلب مزيد العناية. في الفن الرابعة مثلت الأيام المسرحية في دورتها الرابعة ببوحجلة من ولاية القيروان مناسبة لعشاق الفن الرابع لمواكبة العروض التي أثثت الدورة وفرصة للمواهب الشابة لتفجير طاقاتها الإبداعية. أجواء وصفت بالممتعة عاشتها شوارع مدينة بوحجلة التي تعيش على وخ الأيام المسرحية في دورتها الرابعة. وساهمنا في الأيام المسرحية ببوحجلة الدورة الرابعة في حفل افتتاح باستعراض الفن التايكواندو، وساهمنا وديما نسيهم إن شاء الله في أي نشاط معناتها ثقافي. اليوم أول مرة نشوف التنشيط بتاع الطبول، وشفت بتاع التايكواندو هي اليسر، حتى التنشيط المسرحي عجبني. فرق مسرحية وفولكلورية ساهمت في تأثيث مختلف الفقرات. مسرحية تحكي على الواقع اللي في أيام الثورة التونسية، وتحكي على جانب اجتماعي وجانب اقتصادي في البلاد التونسية. نصيحة للأطفال أن يكونوا طيبين ومتسامحين مع بعضنا ونحبوا بعضنا وننبذوا الكره والأنانية، فهذا هو المساج اللي حابين نعديه للأطفال فقط. شفت العرض الأولاني اللي هو كان بعنوان فزاعة. العرض حسب ما انطباعات الأولاد كان باهي. مديرة المهرجان تحدثت عن البرنامج والأهداف العامة التي رسمت. الأيام الثانية القادمة سوف تكون هناك ورشات
في تكوين ممثل وورشات وعروض مسرحية للكهول. مثل باقي المدن الداخلية تعيش بحجلة نقصا كبيرا في وسائل الترفيه، لذلك يرى المتساكنون أن هذا المهرجان فرصة للمتعة. هذا وقد شهدت فعاليات الدورة 21 لمهرجان خليفة اسطنبولي للمسرح المغاربي بالمنستيرة مشاركة متنوعة للأعمال المقدمة. المهرجان قدم كذلك ندوة تطرقت لملف الجمعيات المسرحية بين الهواية والاحتراف. أسدل الستار في بحري هذا الأسبوع على الدورة 21 للمهرجان الدولي خليفة اسطنبولي للمسرح المغاربي بمشاركة 7 فرق مسرحية تدى على مدى أسبوع. خلال تنظيم الدورة 21 فقراتها ترتكز أساسا على مجموعة من المحاور أساسها هي العروض، تتم باش يكون مع عرض مسرحية كاو لجميلة الشيحي ونعمان حمدة. تضمنت فعاليات المهرجان ندوة حول الجمعيات المسرحية بين الهواية والاحتراف ومعرضا لتاريخ العروض المسرحية بتونس، عرض المغرب الوحيد أثفته فرقة مسرحية من الجزائر. حقيقة نعتبروه تقريبا المهرجان المغربي الوحيد اللي راهو ينشط على مستوى الدول المغربية. نتمنى أن الجمهور يكون دائما يحضر بكثافة لأن المسرح هو فرجة ومتعة. المتابعون لهذه الدورة أجمعوا على تراجع إشعاع المهرجان رغم تحديه لصعوبات مادية وإدارية كثيرة لم تؤثر على استمراريته على مدى 21 سنة. حضور جماهيري محترم جدا، نعتقد كون الدورة هذه كما الدورات السابقة هي دورة ناجحة. هذه الدورة قدرت على أن تعلن أن المسرح لا يمكن أن ينسحب على مستوى التصرف المالي الجديد اللي يقع قراره بداية من 1 جانفي. ما نجمناش نستضيف هذه الفرق باعتبار أنهم الوزارة ما توافقش على النقل الجوي. ولادة عسيرة لدورة انتهت بنجاح لمهرجان خليفة اسطنبولي تؤكد في تواصلها إرادة صادقة في المراهنة على العمل الثقافي رغم الصعوبات. المسرح آخر محطاتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف وحداتنا العسكرية بجبل مغيلة بالقصرين. آلة للضغط واللفة حل مؤقت يسهم في الحد من المعضلة البيئية بجزيرة جربة. توزر اللمسات الأخيرة للتظاهرة التاريخية لرفع أكبر علم في العالم. نقطة الختام مشاهدينا لليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.